بادئا ذي بدء يعني في الغالب كده ثلاث اربع اخبار كده يخصوا النادي الاهلي الاول نسخن بيهم زي ما قلنا، وبعد كده هنخش في التقيل. وولتر بواليا مهاجم الجونه بينجح الثعلب المهندس عدلي القيعي في انه يحصل على امضيته، يعني يتعاقد يعني يمضي. وولتر بواليا هو بلان سي بالنسبه للنادي الاهلي في حاله فشل المفاوضات مع سيرينيو او لاباكوتشا. كواليس التعاقد 4 سنين، منهم سنه هيفضلها في الجونه على سبيل الاعاره لو واحد من الاثنين او الاثنين التانيين جم. فالنادي الاهلي في تعاقداته بيمشي بمبدا اي بي سي، سيرينيو لاباكوتشا اي بي، وصاحبنا لاباكوتشا بلان سي. ده الخبر الحصري الاولاني. الخبر الثاني، مروان محسن قاب قوسين او ادنى من انه يطلع اعاره لامبي خلال الموسم ده، لانه خلاص يعني واضح جدا ان نفسيته تعبانه، وواضح جدا ان الضغوط عليه في الانتقاد من الكل، جمهور ونقاد وخبراء ومحللين، كل الناس مأثر عليه بشكل كبير. فالنادي الأهلي بيفضل يفكر إن مروان محسن يرجع تاني يخف الضغط من عليه لإنبي، ناديه القديم بتروجيت، وبعد كده النادي الأهلي فيعني برضه نفس قطاع البترول، فرقة مش جماهيرية، فرقة عندها استقرار إداري بشكل كبير، استقرار فني بشكل كبير، زي ما أنا قلت لحضراتكم قبل كده بتروجيت وإنبي من الفرق المستقرة جدا اللي اي مدير فني ولعيب يحب قوي ان هو يشتغل فيهم. ففي الغالب مروان محسن هي ديت هتبقى وجهته القادمة. الجزء الخبر الثالث هو سفر الكابتن محمود الخطيب للامارات علشان يشارك في الجائزة بتاعت جلوب ساكر فيما يخص نادي القرن. ويعني اتكلمنا وقلنا بقى ان ده كان استفتاء شعبي واستفتاء جماهيري، ريال مدريد دخل في الموضوع، النادي الاهلي دخل في الاستفتاء، شركة اماراتية، حدث كبير هيتم تسويقه بشكل كبير او بشكل او باخر.